تنضم إلينا من ماريلاند الدكتورة سحر خميس، أستاذ الإعلام بجامعة ماريلاند الأمريكية. أهلا وسهلا بك سيدة خميس معنا. إذا أبدأ معك من الإعلام بحد ذاته، وكيف لعبت الدعاية الإسرائيلية دورا في بداية هذا العدوان، واليوم مع كل هذه المحاولات، محاولات الضخ والأكاذيب، اليوم تتكشف هذه الرواية الإسرائيلية يوما بعد يوم. شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل في بداية عملية طوفان الأقصى كان هناك إعلاما أمريكيا منحازا بشكل كامل وأحادي تماما، يعني هو ينشر فقط السردية الخاصة بمؤازرة إسرائيل والرواية التي تقول أن على إسرائيل بين قوسين حماية نفسها والدفاع عن نفسها وصد أي هجوم، وطبعا كل هذه الأمور دون النظر إطلاقا إلى الجانب الآخر من المعادلة وهو الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وما يتعرض له من جرائم كبيرة وفقدان لمئات الأرواح يوميا معظمهم من الأطفال، والمشاهد البشعة التي نراها على شاشاتكم الآن وعلى شاشات قنوات عربية كثيرة لم نراها على شاشات التلفزيون الأمريكي إلا بقدر يسير وبسيط جدا مؤخرا، وربما حدث شيء من التغير النسبي البسيط والمحدود عندما زادت نغمة الاعتراض الشعبي وخرجت مسيرات ومظاهرات حاشدة هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي مدن كثيرة في أمريكا وأيضا مدن كثيرة حول العالم ترفض هذا الاعتداء الوحشي على الشعب الفلسطيني الأعزل وتقول هناك حقوق إنسان يجب أن نراعيها في غزة، فبدأ يكون هناك تغطية ربما إلى حد ما تحاول أن تقدم السردية الفلسطينية، ولكن يبقى نصيب الأسد من الإعلام الأمريكي الرسمي يسلط الضوء فقط على السردية الإسرائيلية. ولكن نستطيع أن نقول أنه يعني مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لعبت دورا هاما جدا في كشف الكثير من الحقائق التي لا يمكن أن نراها على شاشات التلفزيون الأمريكي عن حقيقة حجم وخطورة معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وكيف يواجه هذا الهجوم الوحشي وهذه المجازر اليومية بكل بسالة وكل شجاعة، والضحايا الذين يسقطون والمباني التي تتهدم والجوامع التي تهد وكل هذه الأمور. فبدأ الرأي العام ينتبه إلى ما يحدث وبدأ يفند الرواية الإسرائيلية بكل ما فيها من مزاعم باطلة وأكاذيب وبروباغندا ودعاية كاذبة وأيضا كثير من الأكاذيب التي رددها حتى الساسة، يعني حتى جو بايدن في البداية ردد أكذوبة أن حماس قطعت رؤوس الأطفال وسارع البيت الأبيض بعد ذلك ليقول هو لم يشاهد هذا بعينيه ولكنه نقل الرواية كما ذكرت له من نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين. كل هذه الأمور أكاذيب باطلة تم ترددها مع الأسف الشديد ليس فقط بين بعض أبناء الشعب الأمريكي أو الأوروبي أو غير ذلك ولكن حتى بين الساسة والقادة، ولكن بدأت تنكشف الآن أنها مجرد أكاذيب باطلة وخادعة وبدأت الصورة الحقيقية تظهر من خلال ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي وتغير في الرأي العام الأمريكي والأوروبي والعالمي إلى حد بعيد. طيب برأيك يعني اليوم هذا العدوان على غزة كان محطة أساسية ومختلفة في هذا الصراع ومن الناحية الإعلامية تحديدا كما نتحدث، إلى أي مدى برأيك يعني سقطت الأخلاقيات المهنية والإعلامية وكيف يمكن لنا أن نصف المشهد الإعلامي اليوم؟ مع الأسف الشديد كما سقطت مصداقية السياسة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن سقطة كبيرة جدا من الناحية الأخلاقية ومن الناحية المهنية، سقط أيضا الإعلام الأمريكي سقطة كبيرة جدا من الناحية المهنية والأخلاقية ومن ناحية المصداقية أيضا، فكل هذه الأكاذيب من الممكن أن نقول أنها بالفعل تطيح بمهنية هذا الإعلام وبكل طبعا الأسس التي يقوم عليها أي إعلام، وهي محاولة أن يكون هناك موضوعية وحيادية وتحري الحقيقة وإعطاء الفرصة المتساوية لكل الأطراف وسماع جميع الأصوات ونقل كل السرديات، كل هذه الأسس المهنية والأخلاقية التي ينبغي أن يلتزم بها أي إعلام في العالم مع الأسف الشديد سقطت واحدة تلو الأخرى في الإعلام الأمريكي الذي يفترض أنه بين قوسين قلعة يعني الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. للأسف الشديد سقطت ورقة التوت عن الإعلام الأمريكي كما سقطت أيضا عن السياسة الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية. أنا لا أضع كثير من الأمل حقيقة أنه سيكون هناك تغير كبير على المستوى الرسمي، ولكن أضع أمل كبير على المستوى الشعبي. هذه الحشود التي خرجت مئات الآلاف في حشود غير مسبوقة
في مختلف المدن، في نيويورك، في واشنطن، في شيكاغو، في ديترويت، وأيضا في عواصم أوروبية وعالمية، تقول أين حقوق الشعب الفلسطيني؟ لماذا تخفون عنا الحقيقة؟ بدأ يظهر أيضا أن هناك أكاذيب تنتشر، وبدأوا يفندوا الرواية الإسرائيلية الباطلة، ويكشفوا الحجاب عن كثير من التفاصيل التي كانت مزورة ومغلوطة ومشوهة ولم تقدم الحقيقة على النحو الصحيح. وبالتالي هذا هو دور أولا الفضائيات العربية التي تلعب دورا كبيرا مشكورا في نقل الحقيقة، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بهذا الدور ليلا نهارا، رغم أن حتى مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نذكر أن فيها بعض التقييد، ليست حرة تماما بنسبة 100%. هناك مواقع مثل موقع تويتر سابقا وإكس حاليا يحسب له أنه أعطى مساحة لا بأس بها على الإطلاق من الحرية للناشطين والناشطات الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في نقل ما يحدث في أرض الواقع في داخل غزة من معاناة ومن مجازر. ولكن هناك مواقع أخرى مثل موقع فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا قاموا بتقييد بعض الحسابات التابعة لمؤيدي القضية الفلسطينية، أحيانا يغلقون هذه الحسابات تماما، وأحيانا يضعون عليها بعض القيود أو يحذفون بعض المحتوى، وهو أمر طبعا يعتبر مشين ومسيء للغاية. هذا التقييد للمحتوى الفلسطيني كما ذكرت دكتورة، وخاصة أننا نتحدث عن شركات كبرى ومنصات رقمية يعني مثل إكس وفيسبوك وغيرها من المنصات، كل هذا التقييد ما الأهداف التي تكمن وراءه وكيف أثر برأيك؟ وفي المقابل أيضا كان هناك صوت فلسطيني رقمي حاضر على هذه المنصات، بالرغم من كل هذا التقييد، كيف ساهم إلى نقل الصورة الفعلية برأيك؟ فعلا المعركة ليست معركة فقط على أرض الواقع داخل حدود غزة الصامدة، غزة العزة، ولكنها أيضا معركة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات المختلفة. كما ذكرت بعضها تعامل مع هذا الأمر بصورة أفضل من البعض الآخر. بالفعل رغم كل هذه التقييدات وكل هذه القيود والشروط وأحيانا الحذف وإغلاق الحسابات، إلا أنه في نهاية الأمر وصلت السردية الفلسطينية والصورة الحقيقية لقطاع كبير جدا من الجمهور الأمريكي الذي لم يكن يعرف شيئا عن هذا الصراع، ربما فقط كان يستمع إلى فوكس نيوز وهي قناة جمهورية يمينية مناصرة على طول الخط لإسرائيل بشكل فج ومهين حقيقة، لا يسمعون الرأي والرأي الآخر، لا يعرفون شيئا عن 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لا يعرفون الحقائق عن أبناء الشعب الفلسطيني وكفاحهم المشروع. كل هذه الأمور كانت غائبة عنهم، وبدأ الآن يكون هناك شيء من التوعية الكبيرة إلى حد بعيد على منصات التواصل الاجتماعي، وهذه المنصات حقيقة لعبت هذا الدور الهام. هذه منصات التواصل الاجتماعي لها دور هام وفعال في نقل هذه الحقائق والصور والفيديوهات التي لا نراها في الإعلام الرسمي الأمريكي الذي ما زال الخط الشامل أو الخط الأكبر له إلى حد بعيد مناصر للسردية الإسرائيلية، وإن وجدت بعض يعني الاستثناءات هنا وهناك ولكنها ليست بالقدر الكافي. وأعتقد أن نقطة قطع الاتصالات عن غزة هذه نقطة هامة جدا، الهدف منها طبعا هو أن يكون هناك تعتيم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وأن تكون هناك مزيد من المذابح والمجازر دون أن يكون هناك يعني مرأة ومسمع من العالم، دون أن يكون هناك اطلاع من العالم على هذه المجازر. وبالتالي الخدمة، خدمة ستار لينك التي قال إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر إكس حاليا، قال نحن سنقوم بتوصيل خدمة ستار لينك إلى الأماكن التي تقدم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الطبية وغير ذلك، حتى يكون هناك إمكانية لإيصال الصوت الفلسطيني من داخل غزة. هذا دور كبير يشكر عليه، لأنه في ظل التعتيم وفي ظل غياب الاتصالات يكون هناك غطاء كامل لأي مجازر أو جرائم يرتكبها العدو ضد الشعب الفلسطيني. بالتوازي مع كل ما يجري في الميدان داخل قطاع غزة، هناك اليوم أيضا مقاومة رقمية بالفعل. أشكرك جزيل الشكر دكتورة سحر خميس، كنت معنا من ماريلاند، أستاذة الإعلام بجامعة ماريلاند الأمريكية، جزيل الشكر.